السلام عليكم مشاهدينا الكرام عبر قناة الإيمان الفضائية ومستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة البشائر. أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الثاني في برنامج صحة وصوم. على الأرجح مشاهدينا ومستمعينا جميعنا مر بهذه الفترة على الأقل مرة واحدة من قبل، نحاول أن نخفف من وزننا للوصول إلى الوزن المثالي، ولكن هناك العديد من الصعوبات التي نواجهها، وعادة ما يتوقف أغلب الأشخاص قبل الوصول لهدفهم. كيف يمكننا الاستمرار حتى نحقق مبتغانا، وما هي أفضل طريقة لتخفيف الوزن دون تعريض نفسنا للآثار الجانبية المصاحبة لأنظمة الدايت السريع؟ للوقوف عند هذا السؤال وغيرها من الأسئلة نطرحها اليوم على ضيفتنا في الاستديو اختصاصية التغذية العلاجية نور يزبك. أهلا وسهلا فيك نور بلقائنا اليوم بضمن برنامج صحة وصوم، والله يتقبل أعمالك يا رب. تنعاد عليك يا رب وعليك يا رب بالصحة والعافية. نور، السؤال الذي علينا أن نطرحه يمكن من البداية، شو هو الشيء اللي ممكن يحفزنا على أنه نبدأ ونستمر بعدين برحلة خسارة الوزن الخاصة فينا؟ أوكي. هلأ صراحة العامل التحفيزي أي العامل النفسي فينا نقول هو عامل جدا أساسي الشخص لازم يكون عم يعتمد عليه لا يبلش برحلة خسارة الوزن كمان يستمر فيها. هلأ العامل التحفيزي بيفرق أكيد من شخص لشخص. في أشخاص أوقات بيكون العامل التحفيز عندهم من البداية ليبلشوا خسارة الوزن هو عن جد هن هدفهم حصول على جسم صحي، وعن جد هن معتبرين الصحة أولوية من أولويات حياتهم. في أشخاص تانيين لا، العامل التحفيزي بيكون ممكن شكل. ضغوطات اجتماعية معينة، ممكن تعليقات يومية بيسمعوها. صحيح. وهيدا الشيء طبعا تصرف خاطئ، بس اخر شيء كمان هو بيكون عامل تحفيزي بوقت من الاوقات لحتى كمان يبلشوا برحلة خسارة الوزن. وكمان في اشخاص تانيين كمان خاصة هلا بالوقت الحالي بوجود سوشيال ميديا والانترنت كمان اللي من خلال عم يتم الترويج لصورة الجسم المثالي بتتأثر بيه. صح، كمان بتأثر بكتير من الاوقات انه الاشخاص يبلشوا رحلة خسارة الوزن أو بتعتبر أنه هو خلص هيدا الشكل المثالي أو صح. اللي لازم كل الناس تكون بنفس هيدا الشكل. صح، وهيدا الشيء أكيد هو تفكير ما فينا نكون عم نتبعه لحتى نكون فينا نقول عامل تحفيزي لاستمر برحلة خسارة الوزن. صحيح. وهون أنا بدي ضوع أكثر من نقطة، نحن كأخصائي تغذية من بداية هيدا الرحلة بنكون عم نضوع عليها للشخص اللي بيجي وبده يخسر وزن. وأولا أنه أنا دايما بقول أنه بدنا نكون عن جد طريقة تفكيرنا لصحة جسمنا، وكمان بنفس الوقت علاقتنا بالأكل بدنا نكون علاقة صحيحة. يعني كمان دايما بقولهم أنه مثل ما أنا بستثمر بشغلة بستثمر بدراستي، يعني بعطيها من وقتي وجهدي بشكل يومي، كمان الصحة بدها تكون أولوي من أولويات حياتنا. صحيح. يعني آخر شيء هيدا الجسم هو وسيلة أنا بحاجة تلبيني لأطول وقت ممكن وكمان بإنتاجية كاملة، فهيدا الشيء جدا مهم أنه أنا أعتبر الصحة من أولوية من أولويات حياتي اشتغلي عليها. لأنه بالمقابل أنا إذا أصبت بالأمراض لا سمح الله، ما هلأ منشوف بكتير بالوقت الحالي في أشخاص بالثلاثينات وبالأربعينات، يعني هذا يعتبر بعض عمر الشباب. صحيح. عم يصابوا بأمراض عن جد عم تكون عم تعيق نشاطاتهم اليومية بسبب إهمال هيدا الجسم. بسبب إهمال صح هيدا الجانب. صحيح. والتركيز على جوانب حياتية تانية أكثر. صحيح. من موضوع الصحة، فهي النقطة جدا مهمة نكون عم نحكي فيها من بداية الرحلة. تاني نقطة وهي الهدف بحد ذاته، يعني أنا كمان بكون عم بتواصل مع الشخص اللي قدامي عم بتفق على هدف، اول شيء يكون منطقي والوقت كمان حقق هذا الهدف من البدايه بده يكون ضمن المعقول كمان. لما يكون عنده توقعات عاليه جدا بس يبلش بالنظام الغذائي ويحقق نتائج بس مش قد ما توقعاته هيحس بالاحباط وما حيكفي بهيدا الرحله. يعني يمكن اول شهر ينزل بشكل كبير بس ثاني شهر ما ينزل بنفس الحجم، يعني ينزل بنفس الكيلويات. صح. ثالث شهر بده يحس بالاحباط انه لا أكيد. انا هيك ما بيمشي الحال، بدي انزل بس
بسرعة. صح، وحتى أول شيء ممكن أصلاً ينزل بشكل جداً بطيء. تدريجي وجداً بطيء. صحيح. فهيدا العامل جداً مهم. حسب نسبة الحرق بالجسم. صح. كمان هيدا بيلعب دور، يمكن كل ما كبر الإنسان أو كل ما كمان كبرنا بالعمر بتقل نسبة الحرق، وهذا سبب صح. كمان كتير مهم، يعني لازم الواحد يلتفت له كرمال يبلش عبكير كمان بالأنظمة. نور، طرقنا شوي لموضوع السوشيال ميديا، هلأ كمان عم نشهد على السوشيال ميديا يعني سهولة بالوصول يمكن للمعلومات عن الأنظمة عن الدايتات، سهولة بأنه كمان نلاقي هيدا الأنظمة موجودة يعني خالصة، ممكن نلاقي نحن نموذج خالص على السوشيال ميديا، أو تطلع اختصاصية تغذية تحكي عن نموذج معين من هيدول الأنظمة ونحن ناخده. طب قدي أنا كإنسان عادي يمكن مني دارس هيدا الاختصاص، قدي أنا قادر أني حدد أنه هيدا النظام بيناسبني أو لا، وأني أنا اختار النظام يعني وامشي عليه، قدي هيدا هيدا الشيء ممكن يعني. صح. هلأ هو صراحة للأسف بالوقت الحالي فينا نقول الدايت صار مثل الموضة أو الترند. يعني صحيح. مثلا مثل هلأ بالوقت حتى الحالي حتى أنواع الدايتات يعني صار عن جد مثل الموضة. صحيح. فمثلا مثل هلأ بالوقت الحالي التركيز عم يتم الأضواء على الصيام المتقطع. الصيام قبل المتقطع بسنة وسنتين كان التركيز على نظام الكيتو دايت، يعني النظام اللي هو عالي بالدهون. وقبله وقبله كتير أنظمة غذائية، هلأ في شي كمان اسمه البحر المتوسط. صح. وقليل الدهون وقليل الكربوهيدرات كل سنة عن جد بيتم تسليط الأضواء على نوع نظام أو نظام هو غذائي مثل ما معين. نور، نوع من الترند مش أكتر. صح. وهي يعني. ونحن بدنا نعرفه أنه كل جسم هو له نظام غذائي خاص مختلف. فيه. يعني أنا ما في تبع نظام غذائي حسب الترند أو حسب الموضة. وهيدا شيء كيف يعني؟ يعني أنا ما في يكون عم بنقي نظام الغذائي وفقاً لتجارب أو نصائح معارفي أو أصحابي. صحيح. أو حتى من الإنترنت والسوشيال ميديا اللي أنا بلاقيها أخطر حتى. ليه؟ لأن السوشيال ميديا عم يتم وضعه واستخدام عناوين رنانة لشد الأشخاص، وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة وزيادة الوزن. صحيح. بيتم استغلال فينا نقول تعطشهم لخسارة الوزن للترويج لأنظمة غذائية خاطئة، للترويج لحتى لبعض الأدوية والمنتجات. صحيح. اللي عم تكون جدا خطيرة، يعني عم نشوفهم آخر شيء عنا بالعيادات عم يعانوا من مشاكل صحية من وراها، وقت عم نشوفهم حتى بالمستشفيات من وراء هيدا الشيء. يعني للأسف بنكون مثل ما بيقولوا بمشكلة يمكن صغيرة. صح. موضوع انقاص الوزن يعني تعتبر مشكلة صغيرة وبإيدنا أنه نحلها، نوصل من خلال هيدي الأدوية أو بعض الممارسات الخاطئة يمكن. صح. لأمراض مثل السكري أوقات بتسبب هيدي الأدوية. أكيد. حتى مثلا للأسف. حتى مثلا يعني أنا دايما بقول مثل ما أنا الدواء بدي أخده وفقا لوصفة طبية أو استشارة الطبيب، كمان النظام الغذائي بدي روح عند أهل الاختصاص. صحيح. لأنه من خلال عوامل عديدة أنا بكون عم بدرسها أنا وياه من النظام الغذائي. هون نور أنا بدي أسألك، يعني شو هي العوامل الأساسية اللي بيعتمد عليها اختيار نوع النظام المناسب لكل شخص؟ يعني العوامل الأساسية إذا ما نحكي عنها باختصار. أوكي. العوامل الأساسية، أول عامل هو الوضع الصحي. يعني أنا كمان أخصائية تغذية أكيد ما بكون عم بعطي النظام الغذائي نفسه ذاته للمريض اللي بيعاني من ارتفاع بالكوليسترول أو مريض السكري أو حتى المرأة المرضعة أو الحامل. كل حدا له نظام غذائي خاص فيه. الوضع الصحي يعني حأعطي أمثلة بسيطة. أنا ما في يكون المريض اللي هو عم يعاني من ارتفاع بالكوليسترول أو بياخد دواء للكوليسترول كون عم بعطيه نظام الكيتو دايت اللي هو جدا عالي بالدهون. أو حتى مريض السكري اللي بياخد إنسولين ما في يكون عم بعطيه نظام غذائي عالي بالبروتينات وقليل بالنشويات مثل الأشخاص اللي هني بيكونوا للرياضيين. أو حتى الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض الكلى كمان ما في أعطيه نظام غذائي عالي بالبروتينات. هيدا الشيء حيأثر على الكلى، على وظائف الكلى، وحيكون نتائجه جدا خطيرة. فالوضع الصحي هو أول عامل وعامل جدا أساسي لحدد النظام الغذائي. تاني عامل هو بكل بساطة فينا نقول اللايف ستايل أو نمط الحياة. طريقة الحياة. يعني أنا إذا اجت لعندي لنقول مرأة عاملة هي بتفيق الصبح بكير، بتروح على شغلة معين، في يعني روتين معين، وقت معين للأكل. صح. غير صح. المرأة اللي قاعدة شغل بالبيت طويل. عندها نهار شغل طويل تتعب أكتر يمكن. أنا ما في يكون بهيد الطريقة عم مثلا عم بختلها تروح تختار الصيام المتقطع اللي هي ترويقتها لازم تكون على سبيل المثال مش قبل 12 أو وحدة ظهر بهيدا النظام. ما هيدا الشيء أكيد حيأثر على مهامها وعلى إنتاجيتها خلال اليوم. فكمان اللايف ستايل نمط الحياة هو عامل جدا أساسي لنختار النظام. وثالث عامل كمان هو جدا أساسي الهدف بحد ذاته. يعني أنا إذا إجا لعندي شخص بده يخسر مش أكتر من كليان ثلاثة لنقول، أنا ما في يعني ما في داعي أصلا نروح على نظام
مثلا اللي هني شوي انظمه فينا نقول بتروح على الاكستريم او متطرفه مثل الكيتو دايت او عالي الدهون او حتى كمان الحرمان الدايت اللي هو اكيد فيه حرمان بشكل كبير، لانه بالعاده مثلا الكيتو دايت بنستخدمه للاشخاص اللي هن بدهم ينقصوا وزن كبير وزن كبير بوقت كمان الهدف سريع بوقت سريع وبوقت سريع فالهدف هون كمان بيلعب جدا دور. قد ايه هون نور بما انك حكيتي عن الانظمه يمكن المبنيه الاكثر على الحرمان على الماكسيمو بالحرمان، قد ايه هي ممكن تكون بعدين عامل كمان محبط؟ يعني صح. بده يوصل لوقت انه انا ما قادر هالقد احرم حالي او ضل عايش على الحرمان. صح، هو اكيد اصلا النظام اللي هو القائم على الحرمان هو ما لازم ينعطى لاي شخص وشو ما كان الهدف وشو ما كان وضعه الصحي وشو ما كان نمط حياته، هيدا الدايت ما لازم ينعطى لاي شخص لانه اول شيء لحتى نشوف شو بيصير بالجسم، بس انا كمان احرمه بيكون في عجز كبير بالسعرات الحراريه. اول شيء انا هيدا الشخص هيدا شيء بيؤدي لتضعيف الكتلة العضلية عندهم فمجرد ما الكتلة العضلية عندهم تضعف نسبة الحرق كمان بتقل عندهم، يعني الميتابوليزم، فبس نسبة الحرق بتقل عندهم مجرد ما هن يوقفوا هيدا النظام الغذائي ويرجعوا بيرجعوا بيكتسبوه فوق حبة مسك. ليه؟ لأنه خلال قبل النظام الغذائي كانت نسبة الحرق عندهم مقبولة، هلأ لا من عدمة لأنه أنا الوزن اللي أنا ضعفته ما ضعفته دهن، أنا ضعفته عضل. وهيدا بعدنا ما حكينا عن الجوانب بالنفس وعلى ردة فعل الجسم أنه بيصير بيعمل شراهية على خاصة النشويات والأكلات العالية بالدهون وبيعمل بلوك كمان على إنقاص الوزن ممكن. صح يعني صح، وهو البلوك أصلا شو سببه؟ أنه هو نسبة الحرق عندك خلص صارت جدا منخفضة فالجسم بيعمل بلوك أصلا لا يمشي حاله. بعد ما يكون الجسم بيعمل بلوك أنا بدي يكون عم بعطيه نظام غذائي يعني ما فينا نقول عالي بالوحدات الحرارية بس بتأمن له السعرات الحرارية اللي هو لازم يكون عم ياخدها. بس نور نحن عم نشهد يعني هلأ عم تحكي قد ايه انت اضرار الانظمة اللي بتروح للماكسيمو للحرمان، عم تحكي قد ايه فعلا عن اضرارها على الجسم وعلى الانسان نفسيا وصحيا. بالمقابل نحن عم نشهد على السوشيال ميديا ترويج لهيدي الانظمة وبشكل كبير يعني وبسقة كتير كبيرة. شو السبب يعني؟ سقة كتير كبيرة لانه فينا نقول هلأ فينا كمان بالمقابل في أشخاص كتير عن جد عم يعملوا جدا دور توعوي بمجال عن جد يوعوا الناس لخطورة هيدا الأنظمة الغذائية. ومثل ما حكينا قبل هو بيتم استغلال الهشاشة النفسية والضعف لهول الأشخاص اللي هني بدهم يخسر وزن خاصة بطريقة جدا سريعة ليتم الترويج هيدا الشيء دغري بيجذبهم، فهني بيلعبوا فينا نقول على هيدا الوتر لحتى يكونوا عم يروجوا لمنتجات اللي هي أكيد وحتى الأنظمة الغذائية اللي أكيد عم تحقق لهم كتير أرباح. يعني من أكتر القصص اللي هلأ بعالم حتى الصناعة والتجارة عم يحقق أرباح هو موضوع التسويق للأنظمة الغذائية الخاطئة وكمان المنتجات والأدوية وأدوية التخسيس وغيرها اللي كمان عم تكون جدا خطيرة على الصحة، حتى عمليات التنحيف وغيرها وغيرها هون اللي ما رح نحكي عنهم لاحقا. أيضا نور يعني من أكثر الأمور اللي يمكن بتساعد لوصول لشكل جسم أمثل وتخلص من الوزن الزائد بالإضافة يعني مع النظام الغذائي هو ممارسة الرياضة. هل في أنواع معينة من الرياضة لا إنزال الوزن بشكل خاص؟ وشو عن رياضة المشي؟ يعني بنسمع أنه لازم يمشي الواحد ساعة ساعتين، هل فعلا تجدي يعني رياضة المشي العادي تجدي أم نحن لا بحاجة لرياضة خاصة لإنزال الوزن؟ هلا اكيد موضوع الرياضه بحد ذاته انه انا كنت عم بلتزم بالرياضه اكيد لها تاثير جدا مهم وايجابي على الجسم وخاصه للاشخاص اللي هني بدهم يخسروا وزن. هلا الرياضه اكيد بدها تكون كمان ضمن نظام، يعني ضمن مثل ما انا في عندي نظام غذائي انا صح عم بلتزم فيه بشكل يومي، رياضه كمان بدها تكون يعني حتى التوصيات بتقول انه مش اقل من 3 ايام اللي بده يستفيد عن جد من الرياضه اللي عم يعملها مش اقل من 3 ايام بالاسبوع، وكمان خلال هول 3 ايام مش اقل من نص ساعه، وبدنا نكون عم نختار التمارين اللي هي بتزيد فينا نقول دقات القلب الهارت ريت بنسميه بالانجلش لحتى نكون عم نفوت بمرحله حرق الدهون وما تكون كمان بتكبر العضل. هذا الشيء اساسي كمان. صح، هلا الرياضه هلا هني الاشخاص خاصه النساء بخافوا من هاي النقطه انا اذا عملت رياضه وعملت لنقول حتى تمارين الحديد مش تمارين الكارديو اللي هي بالعاده بتحرق الدهون انا والله حيطلع عندي عضل وحيصير الجسم شكله ما حلو. وهيدي شوي مفهوم خاطئ.
الخاطئ لأنه الكتلة العضلية أصلا لازم تكون هي بتكون بمعظم النساء من وجه مشكلة يعني بالعيادة بتكون جدا ضعيفة فهي بحاجة بالأخير لرياضة وخاصة رياضة الحديد لتكون عم تزيد هاي الكتلة العضلية وكتلة العضلية إذا زادت أول شيء خاصة عند النساء ما حتزيد بطريقة تكون شكلها أو تغير شكل الجسم بطريقة خاطئة بل هي بتزيد نسبة الحرق اللي بالتالي حنوصل لنفس النقطة اللي هي حرق الدهون كمان يعني بالنهاية هذا الموضوع كمان بيرجع للمختصين يعني للمختصين هن اللي بيحددوا نحن مش بالزبط. نحن اللي منحدد شو الرياضة اللي لازم نمارسها لإنقاص الوزن نور الوصول إلى وزن مثالي طبعا هو ضرورة هو ضرورة ولكن في ناس بتعتبر أنه هو ضرورة شكلية هل هيدا صحيح يعني هل هو بس ضروري شكلية أم أيضا صحية؟ هلا صراحة هيدا سؤال جدا مهم وأنا من خلاله بدي أدوي على نقطة كتير مهمة وكتير أشخاص هن ما بيكونوا فاهمينها صح. نحن الوزن اللي بيطلع على الميزان يعني الرقم اللي نحن بنشوفه على الميزان ابدا كاخصائي التغذية ما بناخده كمعيار ما بيعني حتى الشكل غلط هيدا الجسم صحي ولا مصطحي حلو حاعطي مثال جدا بسيط يعني ممكن يكون واحد بوزن كبير ولكن جسمه صحي وكل شيء تمام حاعطي صح حاعطي جدا مثال بسيط محفز لعدم انقاص الوزن هلا هو مثلا اذا هلا جبنا جسم حدا رياضي يعني عنده كتله عضليه عنده منيحه وزن. عنده نسبه دهون منيحة كمان قليلة يعني عنده بكل بساطة جسم صحي أنا إذا بطلعه على الميزان ممكن جسمه الوزن اللي يطلع على الميزان يفوق حتى الـ 85 أو 80 كيلو ليه؟ لأنه بكل بساطة الكتلة العضلية العضل على الميزان بيوزن فينا نقول أنه بيوزن أكتر من الدهن على على الميزان فهو بهيدا لأنه هيدا الشيء موجود وحتى بالمقابل إذا كمان أنا إجاني شخص ممكن ما يتعدى وزنه 60 أو 65 كيلو ويطلع بس ممكن يكون نسبة الدهون كتير عالية عنده خاصة أنه دهن ما بيوزن فهيدا الشخص هو معرض للأمراض مثل السكر ضغط الكبد الدهنة والكوليسترول مثله مثل الشخص اللي بيعاني من السمنة لهيك أنا ما بعتمد على الميزان حتى لو مؤشر الكتلة الجسم يعني اللي هو نحن بنحسب الجسم بالنسبة للطول حتى لو كان طبيعي وبيقلي أنه الوزن اللي هو عنده إياه هذا الشخص صحي مثالي. نحن بنستخدم بالعيادات بالعادة البادي كومبوسيشن هيدا الماشين أو الآلة اللي هي بتحدد لي قديش الجسم القدامي عنده عضل وعنده دهن صحيح. وعلى أساسها أنا بكون ماشية مع هيدا الشخص بنظام غذائي يكون عم يفيده يعني هون أنت بتدعي كاختصاصية تغذية يعني دايما أنه نروح نراجع اختصاصية تغذية حتى لو كان الوزن يمكن طبيعي ونحن حاسين أنه ما في شيء لأنه يمكن بالفحص يبين أنه عندنا نسبة الدهون عالية أو في عندنا مشكلة معينة أكيد أكيد. نور نحن تحدثنا عن كيفية الوصول إلى وزن مثالي وبعض الأنظمة والنصائح للاستمرار ولكن هناك بعض الأشخاص أو المرضى بسبب عدم حصولهم على نتيجة سريعة أو نتيجة مرجوة مثل ما بدهم بيلجأوا لعمليات الجراحية لإنقاص الوزن شو رأيك أنت كأختصاصية علاج غذائي بهيدا الخيار وهل برأيك هو الحل الأنسب لهيدي الحالة المرضية؟ أوكي. هلا خلينا نتفق على شغله الشخص عن جد اذا التزم بنظام غذائي مناسب وصحيح وبنفس الوقت اذا كان كمان عم يلتزم بنظام بالرياضه بشكل روتيني اكيد حيكون عم يحصل على النتائج او الهدف اللي بده اياه بس اكيد بكتير حالات بيكون الشخص حتى ما قادر بقى يعني هن بيجوا بيقولوا لنا بالعيادات انا ما عادش قادر كون عم بلتزم بنظام غذائي او التزم برياضه بهيدا الحاله نحن بنروح على خيار العمليات الجراحيه وانا كاخصائيه تغذيه ماني ضد بس كمان بده يكون عم يشتغل على كمان علاقته بالأكل كيف وعلى كمان العادات الغذائية اليومية لهيدا الشخص حتى بعد العملية تماما نور يعني عادة ومشاهدين عادة ما يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية وتحديدا التكميم عند وجود زيادة مفرطة في الوزن أو عدم الحصول على الوزن المثالي بعد الفشل في الالتزام بالأنظمة الغذائية التقليدية تختلف مشاهدين ومستمعين أنواع هذه العمليات باختلاف حالة المريض وتشترك جميعها في هدف واحد وهو إنقاص الوزن للوقوف أكثر مستمعين ومشاهدين عند موضوع العمليات الجراحية لإنقاص الوزن وأنواع هذه العمليات معنا على الهواء مباشرة المتخصص في الجراحة العامة وأمراض وجراحة البدن والمنظار الدكتور حسين حيدر أحمد أهلا وسهلا بكم دكتور إلى لقائنا هذا ورمضان كريم الله يتقبل أعمالكم
صباح الخير أختي. صباح النور. رمضان كريم من عاد عليكم. علينا وعليكم يا رب. دكتور، السؤال الذي يطرح نفسه هنا: متى نقول للمريض أنت خلص لا ينفع معك نظام غذائي، أنت بحاجة إلى إجراء عملية تكميم أو غيرها من العمليات أو الإجراءات لإنقاص الوزن أو التخلص من الوزن الزائد؟ الموضوع البدني هو موضوع شوي معقد. البدني هي بطل موضوع مثل ما بنقول على طول، بنأكد على الموضوع، الموضوع جمالي وموضوع صار معترف فيه بكل العالم، منظمة الصحة العالمية، انه البدني هو مرض مزمن. مثله مثل السكري، مثل الضغط، مثل الكانسر، اي مرض مزمن يعني. هذا مرض مزمن. والبداني اللي بده يعرف اللي بيعاني من البداني، وهي صارت شائعة موجودة بمجتمعنا ومثل بكل المجتمعات بالعالم، البداني هي مرض بدها تافه كل عمره، وبالتالي الشخص بده يلجأ لأكثر من طريقة لمحاربة الموضوع البداني والمرض. ممكن ينجح بطريقة، ممكن يفشل بطريقة. الأشياء بتكمل بعضها، مش بالضرورة إذا فشل بالدواء أنه ما ينجح بالعملية. وكمان إذا مثلا بالنسبة لنا هني كلهم، كل هالطرق هي وسيلة ليحارب هالمرض، وهم بيكملوا بعض، ما بيتعارضوا مع بعض. امتى بنلجأ لموضوع العمليات البدنية؟ بالاخر نهاية 2022 المنظمة العالمية لجراحة البدنية اللي هي ASMBS والإفسو حطوا كريتيريا جديدة، عملوا ابديت للكريتيريا امتى نحن بنعمل عملية بدنية. بعطيك نسبة العالم تستفيد من العمليات البدنية، بس اذا في شيء 100 شخص بيستفيد من عمليات البدنية، 1% من هول بيستفيدوا بس عم يعملوا عمليات بدنية. ليش؟ لأنه في عالم بتخاف من موضوع عمليات البدنية، وفي الأشياء اللي هي الباد نيوز easily spread، يعني الشخص اللي بتسمع خبرية بشعة بتنتشر بكل العالم، العالم بتصير تخاف من موضوع العمليات البدنية. سو 1% بس من الكواليفايد patient، العالم اللي هن بحق لهم يعملوا عملية، بس بيعملوا عملية. بالتالي في عندك 99% من العالم اللي هن ممكن يستفيدوا من عملية بدنية، بالتالي مش عم يعملوا عملية بدنية لأنه ما عندهم التوجيه الصحيح. نعم، يعني الكرايتيريا المستجدة. نعم دكتور. يعني هون مين بيقدر، مين لازم يعمل هيدي العملية؟ يعني في شروط معينة للمريض لازم تكون متوافرة فيه ليقدم على هيدي العملية، يعني إن كان بالوزن أو أي صحيا، يعني لازم يكون في شروط معينة لحتى يخضع على هيدي العملية. شو هي هيدي الشروط دكتور؟ يمكن أنا لحقت سمعت لزميلتنا الأخت نور دكتورة نور، كنسول اللي على طول نحن منبلش بالوقايه. موضوع البداني هو مرض بدك تحاولي تتفاديه. نعم. الوقايه هو متابعه مع اخصائي التغذيه، بالدايت، بالاكسرسايز، هيدي كلها وسيله تنحنا نحاول ما نوصل لموضوع البداني. وصلنا وصار عندنا معيار بداني عالي، ولا صار عندنا مرض هالمرض المزمن، كيف بدنا نعالجه؟ كمان نرجع للطرق التقليديه اللي هي بالدايت والاكسرسايز، كمان ممكن ادويه نستفيد منها معينه مع اخصائيه طبيب الأخصائي التغذية وطبيب الغدد والسكري. أنت بنلجأ لعمليات البدنية الكرايتيريا الجديدة. كنا بالزمانات قبل نعتمد كرايتيريا قديمة، هي من قديم بسموها NIH كرايتيريا. كنا نقول أنه نعمل عملية بدنية لمعيار بدني فوق 40، أما فوق 35 مع مشاكل صحية مرافقة، لأنه البدنية بتولد سكري وضغط وكانسر، صحيح، بتولد أمراض مزمنة. وكل هو بالتالي نزلنا الكرايتيريا BMI by 5، يعني هلأ صرنا نعمل عمليات بدنية لمعيار بدني فوق 35، أما بين 30 و35 مع أمراض مرافقة مزمنة، خاصة مريض السكري. ليش نزلت منظمة العالمية للبدنية هالمعيار؟ لأنه العمليات بدنية فيها سيفتي بروفايل عالي، صار عندنا خبرة بعمليات بدنية وفيها سيفتي، بشكل أنه ممكن هي نسبة المشاكل صارت من وراء العمليات صار جدا ضئيلة نسبة للبنفت. ونحن عطول من انه هو مثل ميزان، اذا انت بتبقى بالوزن ولا اذا بتعمل العملية، البنفت تعول العمليات البدنية يعني بيتخطى بدرجات موضوع المضاعفات العمل. يعني هون
يعني هون انت دكتور كأنه عم تقول يعني انه اذا انعملت هيدي العملية ضمن شروطها ووفت كل هالشروط فهي بيكون في عملية بنفيت مش خطيرة ابدا. طبيعي، ويكون معمول بإيد أخصائي يعني. نعم، وما إلى مضاعفات جانبية يعني لا مثل ما ما فيش بلا بينحكى ومثل ما عم ما يروج عبر السوشيال ميديا. لا ما في شيء اسمه بلا مضاعفات. انت اذا بتعملي عملية زايدة ولا عملية مرارة، لا اي مضاعفات عملية خطيرة بتعملي انا بقصد يعني. سو اي عملية بتعمليها إلى مضاعفاتها. سو إلا كل عملية إلى مضاعفاتها، المرارة، الزايدة، المسران، وهالعمليات كمان إلى مضاعفاتها، مضاعفاتها جدا ضئيلة، البرسنتج تاعولها لازم يكون less than 0.5، 0.2 ل 0.5، سو كثير اكسبتبل بالنسبة للبنفيت اللي بيصير. في نعم. عندنا دراسات عالمية وداتا، العمليات إلى زمان عم تنعمل، صار في عندنا لونج تيرم داتا بتفرجي إذا أنت بقيتي بالوزن الزايد بتأثري بعمرك على الأقل 6 سنين لعشر سنين. يعني إذا أنت في دراسات واضحة أشخاص عملوا عملية تصغير معدة لبدانة مفرطة، وفي أشخاص بقوا بلا عملية وبالوزن الزايد، بين إنه هوليك أثروا بعمر 6 سنين. يعني في عندنا أوفر أول سرفايفل أتليست 6 سنين، في 6 سنين لعشر سنين حسب قد إيه بيكون معيار بدانة. يعني ليش؟ لأنه البدانة المفرطة بتعرضك لسكري، ضغط، وكل الأمراض هالمشاكل، صحيح. جلطات، جرحى قلبية على عمر صغير عم نشوفهم، نسبة الكانسر نسبته أعلى، كسل كلوي، هو كلهم بيأثروا لك بعمرك. أما إذا أنت أخذتي هالريسك الضئيل تاعو العملية وما تخافوا منها إذا كانت معمولة بإيد حدا اختصاصي نعم. بكرايتيريا معين، رغم الريسك القليل الموجود بس هي بنسميها يعني سيف لايف، بالعكس عم تنقذ حياتك. العملية والعملية والموضوع الدايت والأدوية كلهم بيكملوا بعض، لأنه صحيح. حتى ليني هالعملية المريض بعد فترة بيرد وزن، معقول يرد وزن 10 ل 15 ل 20%، مظبوط ونفس هذا موضوع بيعمل، الدايت يعني نفس الشيء. لأنه هذا مرض مزمن بدنا نكافحه بكل الوسائل، منا صحيح. العملية ومنا الدايت ومنا الدواء. ما يعني أبدا ما بيتضاربوا مع بعض. في عالم بتحاول تقول لهم لا إجا دواء صار بيمنع العمليات، هن هذه الفكرة هي غلط. فكرة الدواء بيساعدنا والعملية بتساعدنا وأخصائية التغذية بتساعدنا، كلهم بيكملوا بعض لنكافح هذا المرض. ونحن كنا بشهر آذار، بأربع آذار هو اليوم العالمي للبدانة، نعم. الهدف كله مكافح المرض، لأنه لما توصل لنسبة أنت 30 و40% و50% بدانة بقلب المجتمع، نعم. هون أنت عم نفوت بمشاكل، عم نزيد المشاكل الصحية بكل المجتمع. صحيح. بالعكس صارت عندك الانشورنس كومباني بتفضل تغطي عملية بدانة من أن تغطي دواء مدى العمر عم تعملي له هالعملية وعم يطلع منها بمضاعفات مقبولة جدا، بين انه يبقى على ادوية مزمنة مثل السكري صحيح، لأنه والضغط هي عم وغيرها. تمنع هيدي أنه يصاب بأمراض مظبوط مزمنة. دكتور، مظبوط. يعني حضرتك كمتخصص بجراحة البدانة، هل بتنصح بهيدي العملية للأشخاص اللي محتاجينها، يعني للأشخاص اللي عندهم اكيد نسبة اكيد مدانة كتير عالية؟ بقول لهم اكيد ما يخافوا، نعم. يستشيروا المتخصص بهالموضوع وهو يوجههم اكيد. سو كل الاطباء من كان اخصائية التغذية ولا حكيم الغدد والسكري ولا جراح البدن، هم فريق واحد. الهدف انه نحن نكافح المرض والعمليه ما يخافوا منها ويلجأوا للاختصاصي المضبوط، لانه في عالم نعرف نحن بس يجي المريض بده يطلب العمليه بيكون بشوف سو هي جيف اب، يعني استسلم، جرب كل شيء. وهذا المطلوب، انه يجرب كل شيء. نحن ما بنقول له العمليه هي اول خطوه. صحيح. ولا مره بيجي شخص بيكون طالب عمليه قبل ما يكون جرب كل هالامور، فبالتالي ما يخافوا من موضوع العمليات. نسمع نحن بلد صغير، خبرية بتنتشر، بصير العالم تخاف صحيح. وتتحط فاهم، بنشوفهم لما بيجي المريض بيجي بعد سنتين بيكون خيفان وعم يروح ويجي، بنقول لهم ما تخافوا، الحكيم الأخصائي اللي هو متخصص بالموضوع بيشرح لك الموضوع بشكل واضح. وهي برونز وكونز، يعني هي ريسك وبنفيت، ميزان بين انه انت تبقى بهالمشاكل ونشوف هو كيف عم يتدهور صحته، انه تعمل هالعمليه هو الأفضل أنه يعمل وتاخذ عملية. تاخذ صحيح. هالبوش. وبالعكس في كثير بنسمعها من المرضى بتقول له بيقول لك رجعت لي حياتي، اما يعني يو سيف ماي لايف، يعني الشخص إيجابياتها لما أكثر ينزل بكثير من سلبياتها دكتور. اكيد بوزن معين وبمعيار بدني معين، اكيد اوقات الاشخاص بنشوفهم ما بنعرفهم. انا كثير مرضاي بيتفركشوا في انه هيك تكون قاطع بالمستشفى، سوري يعني بيقول لي حكيم شكلك نسيتني، عن جد بننساهم. بيصيروا اشخاص ثانيين لما لأنه ينزل تغير 50 شكله. كيلو 50 كيلو 60 كيلو، هو 50 كيلو حلو. قاعدين عالبه، صح هم عارضين صحيح يعملوا له جرحى ما يقوم صحيح. منه. بالعكس ما يخافوا من موضوع العمليات، بس كمان بده يكون يروح عند الشخص الاختصاصي بالموضوع وهو بوجهه. ما بالعكس
دكتور، أنا بدي أشكرك جدا على هذه المعلومات القيمة عن موضوع عمليات التكميم وغيرها من الإجراءات الجراحية لإنقاص الوزن. كان معنا المتخصص في الجراحة العامة وأمراض البدانة وجراحة البدانة والمنظار الدكتور حسين حيدر أحمد. أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا بلقائنا لك اليوم، وشكرا ورمضان على هذا كريم الاتصال. وتحية لكم. تحية لك دكتور. نعود مستمعينا ومشاهدينا إلى الاستوديو وإلى ضيفتنا الاختصاصية في العلاج الغذائي نور يزبك. مجددا أهلا وسهلا فيك مرة شكرا. تانية نور بهذا اللقاء. نور، دراسات بتقول أنه 20% من الأشخاص اللي فقدوا وزنهم بحافظوا على أوزانهم، يعني فقط 20% من هول اللي فقدوا وزنهم بحافظوا على أوزانهم الصحية وما بيرجعوا الوزن اللي خسروا. كيف فينا نحن نحافظ على الوزن الصحي أو بالتالي بعد فقداننا يمكن لكمية كبيرة من هيدا الوزن، وبنفس الوقت من دون ما نضل عايشين يمكن على فكرة انه انا بدي ضل عامل دايت لحتى اقدر ضل محافظ على هيدا الوزن؟ أوكي. هلأ بما أنه نحن ذكرنا الوزن المثالي بهذا السؤال، وقبل شوي حكينا أنه الفرق بين الوزن الصحي والوزن المثالي، الأشخاص اللي هني خسروا وزن ووصلوا للوزن المثالي اللي هني بدهم إياه، بدنا هون نحكي عن نوعين من الأشخاص. النوع الأول اللي هني أشخاص أوكي خسروا وزن وصلوا للوزن اللي هني بدهم إياه، بس اللي هني خسروهن نتيجة أكيد اتباع أنظمة غذائية قاسية أو خاطئة، هني بيكونوا نزلوهن مثل ما كنا عم نقول قبل عضل ما نزلوهن لهم دهن، فهذا الشيء بيؤدي لانخفاض نسبة الحرق عندهم، وأول ما هن يكونوا عم يستغنوا أو يوقفوا هذا النظام الغذائي هن حيرجعوا يردوا هذا الوزن من أول وجديد. وهون أهمية من البداية نكون عن جد عم نتبع نظام غذائي مناسب وصحي من الأول. هلأ النوع الثاني من الأشخاص اللي لا، هن بيكونوا عن جد خسروا وزن بشكل صحي. تدريجي، هن حصلوا على جسم صحي، يعني هن نزلوهم دهن، بل هن بيكون نظامهم الغذائي حتى خليهم يزيدوا من كتلتهم العضلية عندهم. طيب هول الأشخاص نحنا بدنا نرجع لنفس الحكي اللي حكيناه من البداية، بدنا نكون عم نشتغل على علاقتنا بالأكل. يعني أنا بس كون ما عم نظم أو عم عالج هيدي العلاقة بالأكل، وكمان ما عم بقدر حط عن جد الصحة كأولوية عندي، وما عم بلتزم بعادات غذائية يومية سليمة، أنا هون ما حكون عم بحصل دائما على جسم صحي. يعني هي بهالبساطة، بدنا جسم صحي، بدنا نكون مثل أي شيء تاني بروتيننا اليومي، النظام الغذائي أو العادات الغذائية بدنا تكون كمان صحية بشكل يومي. هلا ما عم نقول نحن بدنا نكون دائما مثاليين، يعني كلنا بنمرق بضغوطات بانتكاسات، ما بنكون قادرين عن جد نعطي استسلام الفكرة صح، ما بنكون قادرين نعطي عن جد هيدا الوقت أو حتى يعني كرمال النظام الغذائي أو عاداتنا الغذائية وأنه اليومية، وأنه نفكر بنوع الأكل أو صح. وقت الأكل، يعني قد إيه بدي أخذ بروتينات صح. وما بدي أخذ مقالي وبدي أحسب صحيح. سعرات الحرارية يعني. مع العلم أنه أنا إذا اتبعته كروتين هو أصلا بيصير خلص ضمن بتعود روتين عليه، يعني بتعود عليه بس نحن لازم نعرف حتى ضمن هيدي الفترات ما نيأس، ما أحبط وأنا خلص أنا ما أنا رجعت الوزن، أنا ما عادش بدي ارجع على العادات الغذائية أنا الصحيحة، هيك خلص انه انا هيك صح. انا بدي قد ما نزلت رح ارجع زيدون، او انا لحتى ضل محافظ على وزن صح. الصحي، اذا ما بدي اقول المثالي، علمتيني هلا هيدا المصطلح، على وزن الصحي مش المثالي، بدي ضل عم بعمل دايت. كمان هيدي فكرة مزعجة، هيدي يعني كتير للشخص مزعجة. صراحة صح. فهيدي هون الى اول شيء جانبين، اول شيء نظام من الاول كون عن جد ما في حرمان، يعني نحن النظام اللي عن جد هو غذاء اللي انا بقدر تبعه بشكل يومي هو النظام اللي أنا فيه مري القصص حتى المنة صحية ضمن النظام الغذائي، لحتى أكون ما يكون عندي هيدا الشعور أنه أنا خلص بطلت قادرة أنا أكفي بهيدا النظام أو أنا محروم صح. وتاني هذا شعور شيء مزعج، يعني صح انه انا محروم مثلا لنقول بيصير جدا بسيط من بعض الحلويات الشوكولا او حتى الاكل برا بالمطعم، كلنا بيجي عبالنا بوقت من الاوقات نطلع ونظهر ونكون عم ناكل مقالي اوقات واكلات منا صحيه، هي كلها فيها تتمرق بالنظام صح. الغذائي ممكن يكون عم حافظ على جسم الصحي. وللاشخاص اللي هن كتير بيروحوا للاكستريم، يعني بيخبصوا كتير بالنظام الغذائي، فينا نرجع لازم دائما يكون يعرف انه نحن فينا نرجع للسكه الصحيحه، وعن جد
المفروض نحن إذا التزمنا رجعنا للنظام الغذائي المعتدل اللي ما في بقلبه حرمان، هون كمان نقدر نوصل للهدف اللي بدنا إياه. نور، كنا عم نحكي تحت الهواء عن موضوع الوراثة، أنه في ناس هلأ بتجي بتقلك أنا هيك جسمي، أنا شكلي بيشبه يمكن شكل حدا من قرايبي، أنه جسمي وراثي، قد ما عملت وقد ما نزلت بده يضل شكلي هيك. هل فعلا يعني كمان شكل الجسم أو الوزن مرتبط بعوامل وراثية؟ هلأ عامل الجيني أكيد هو عامل موجود. نعم. يعني مثل ما هلأ كان عم يتفضل الدكتور، هي آخر شيء السمنة هي مرض من الأمراض، وكمان حتى في عامل جيني لأمراض الضغط، لأمراض السكري، بنلاقيها موجودة بعيال بكاملة، وحتى لبعض الأورام السرطانية كمان في عامل جيني بيتدخل بهذا الموضوع. بس نحنا بالأخير بدنا نكون عم نعرف أنه إذا التزمنا مثل ما دايما هلأ عم نقول نظام غذائي مع رياضة، أنا إذا كنت عم بلتزم فيهم بشكل مظبوط بصف العامل الجيني عامل جدا ثانوي. يعني هو أكيد مؤثر، ممكن الشخص اللي هو عنده بجينات وبالعائلة قابلية أكتر للسمنة إذا ما التزم أكيد هو حيكون عم يفوت بمشكلة السمنة أسرع من الشخص اللي هو ما عنده هيدا العامل الجيني. بس نحن كمان ما فينا نعطيه أكتر من حجمه، يعني هو بيصفي عن جد عامل ثانوي إذا أنا كنت عم بتبع نظام غذائي جيد وبنفس الوقت رياضة كمان ضمن نور. كمان بالمقابل يعني منشوف ناس بتاكل كميات كبيرة جدا يمكن، وما بتعمل رياضة وما بتعمل دايت، ومع ذلك ما بتكتسب الوزن. كمان هذا شيء محير، يعني شو السبب؟ صح، هيدي كمان لها علاقة عوامل جينية. أوقات كمان بتكون عامل مرضي. يعني بعض الغدد إذا ما كانت عم تشتغل بالشكل المظبوط بيكون كمان هيدا الشيء بيؤدي أنه منشوف أشخاص وزنهم جدا ضعيف، وكمان وبيتناولوا كميات أكل بكميات جدا كبيرة، فهيدا حتى بتكون حالة مرضية بكتير من الأوقات. وكمان بنرجع للهدف الأساسي، أنه أنا إذا هيدا الشخص أوكي كان ضعيف بس بنفس الوقت هو ما عنده كتلة عضلية، هو عنده كل لأنه بيأكل بشكل مظبوط وبشكل صحي، كل شيء هي القصص المكدسة بجسمه هي عبارة عن دهون متراكمة على الأعضاء ومتراكمة بكل الجسم، فهيدا الشيء كمان حيكون بالأخير عم يعرضه للأمراض إن كان السكري وضغط وغيرها من الأمراض الخطيرة. يعني زيادة خي الناقص هون، ما فينا نقول أنه هوليك أفضل لأنه ما عندهم أفضل. وزن. نور، أثبتت العديد من الأبحاث العلمية فوائد الصيام المتقطع مثل صيام شهر رمضان المبارك على الصحة العامة، إلى فوائد كتير. وهلأ بآخر فترة انتشرت كتير دراسات عم تحكي أدي إلى فوائد على الصحة العامة. هل ممكن أنه نختصر نحكي عن فوائد الصيام المتقطع باختصار، شو هي أو الصيام بشكل عام على الجسم؟ أوكي، هلأ الصيام المتقطع بس لنوضح للمشاهدين، الصيام المتقطع غير الصيام الرمضاني، الصيام المتقطع فيه تقريبا 16 ساعة صوم منصوم فيها، خلال هول 16 ساعة أكيد فينا نمرق المشروبات اللي هي ما فيها سعرات حرارية لأن ما بتستفز الإنسولين، مثل اليانسون، الزهورات، الشاي، القهوة، وطبعا المي. وفي خلال 8 ساعات أنا في مرق وجباتي. بالصيام رمضان لا، أكيد مثل ما كلنا بنعرف خلال ساعات الصوم أنا ما في مر أي نوع من المشروبات أو الأطعمة. بس حتى الدراسات أثبتت أنه فوائد، يعني رغم أنه كل الدراسات أثبتت أنه الصيام المتقطع له فوائد جدا مهمة على الصحة وعلى الجسم، بل حتى الصيام الرمضاني طلع له عنده منافع أكثر بثلاث مرات من الصيام المتقطع. اللي نحن الصيام الرمضاني بنسميه دراي فاستينج، فهيدا كمان دراسة جدا مهمة لحتى نقدر كمان نميز بين هول تأثير هول الأنواع من النوعين من الصيام. صحيح. هلا شو الفوائد؟ أكيد أول شيء بتشمل مثلا للأشخاص اللي هن عندهم أشخاص اللي عندهم سكري، بتقلل وبتنظم مقاومة الإنسولين، وهي نقطة جدا مهمة للأشخاص اللي عندهم سكري، وحتى للنساء اللي هي جدا صار شائع اللي بتعاني من تكيس مبايض. كمان أثبتت الدراسات إنه بيقلل من نسبة الكوليسترول أو معدل الكوليسترول بالجسم، وهيدا الشيء بينعكس طبعا ايجابا على صحه القلب. هيدا كمان بقوي، اثبت الدراسات بقوي جهاز المناعه، بجدد الخلايا القديمه او التالفه. صح، وحتى بيعزز وظائف الدماغ والصفاء الذهني من خلال انخفاض الكورتيزول بالجسم خلال ساعات الصيام. حلو. يعني هل يمكن ان نقول نور انه شهر رمضان المبارك ممكن يكون حافز وفرصه مثاليه لانقاص الوزن واتباع نظام غذائي صحي؟ وكيف فينا نحول شهر رمضان فعلا لفرصة لحتى يمكن نحافظ على وزننا أو نحصل على وزن صحي؟
اوكي. هلا اكيد نحن اخصائيات بنسميه شهر رمضان هو الشهر الذهبي، صح؟ شهر الذهبي او الجولدن مانث، لانه عن جد هو فرصه مثاليه لخساره الوزن. طيب كيف بيتم هيدا الشيء؟ لانه نحن من خلال صيام ساعات الصيام الجسم بيمر بمراحل عديده. اول مرحله اللي هي اول ساعات الصيام، هون نتيجه اكيد عدم تناول اي مصدر من مصادر الطاقه اللي بيستخدمها الجسم، بيقلل معدل السكر بالدم. نتيجه انخفاض معدل السكر بالدم اول ساعات الصيام بتكون قاسيه علينا، يعني بصير بنحس بالجوع، بالوجع الراس، بالتعب، بالارهاق. هيدي كمرحله اولى. كمرحله ثانيه اللي هي بتصير تقريبا بعد 8 ساعات الصيام، ببلش هون الجسم يكسر مخازن السكر الجلايكوجين بقلب الجسم لحتى يعدل معدل السكر بالدم من اول وجديد. طيب المرحله اللي بعدها اللي هي تقريبا بعد 12 14 ساعه الصيام، وهي المرحله اللي جدا مهمه واللي نحن بنوصلها خلال الصيام، انه هون الجسم بيصير بيعتمد مخازن الدهون المتراكمة على الأعضاء وبالجسم كله لحتى نكون عم نرجع نعطي الجسم طاقة. وهي نقطة جدا أساسية، لهيك خسارة الوزن هي أحسن فرصة بخلال شهر رمضان أنه أخسر وزن. هيدا كمان بعدنا ما حكينا بالمراحل الجاي اللي هي بعد عدة أيام الصيام، بفوت الجسم كمان بوضع إصلاح. كيف يعني وضع إصلاح؟ بنسميها بالإنجليش الأوتوفاجي. ساعتها خلال هيدي المرحلة الجسم بيصير يتخلص من الخلايا التالفة أو القديمة، لأنه مثل ما بنعرف بجسمنا في خلايا جديدة وفي خلايا قديمة بطلت عم تقوم بوظائفها بالشكل المزبوط. فهون كمان بيكون الصيام عم يخلينا اتخلص من هيدي الخلايا التالفة، وكمان بنفس الوقت بيصير يزيد هرمون النمو أو الجروث هرمون، اللي هو أول شيء بيزيد الكتلة العضلية وبيخفف من نسبة الالتهابات. ونحن هون الالتهابات هي سبب جدا أساسي لكتير من الأمراض. فمن خلال عن جد فهمنا أو تفسيرنا لهيدي المراحل بنقدر عن جد نعرف حقيقة كل أو تفسير العلمي لكل صوموا تصحوا بشهر رمضان. صحيح. هلأ كيف فينا نستفيد؟ هون حأعطي أمثلة جدا بسيطة لحتى يكون أوقات عادات نحن بكون عم نتبعها ومنا منتبهين أنه هي عن جد بتكون عم تحط لي حواجز أو عوائق لحتى أكون عم بخسر وزن بشهر رمضان. صحيح. هلأ موضوع الحلويات والمقالب بشهر رمضان صرنا كلنا متفقين عليها، خلينا نحكي عن قبل ما نحكي عن العادات اللي ممكن تسبب بزيادة الوزن خلال شهر رمضان، خلينا نحكي شوي عن طريقة تقسيم الوجبة لحتى صح. فعلا نستفيد نحن من الصيام طول النهار وما نوصل آخر النهار أنه نحن صمنا طول النهار بس آخر النهار خبصنا بهيدي الوجبة. صح بالضبط. وعن السحور كمان. صح. وأنا هكون عم بحكي بهيدا الموضوع بعدة من خلال عدة أمثلة. نحن مثلا بيجي وقت الإفطار طمرتين ثلاثة أكيد بالعكس هيدا جدا أثر إيجابي قبل الإفطار لأنه بيعدل معدل السكر بالدم من أول وجديد. وكمان بنشرب لنقول كباية أو كبايتين ماء وبنبلش تقريبا بصحن الشوربة. طيب صحن الشوربة اللي هو ما لازم يتعدى تقريبا 150 ل200 سعرة حرارية، مثلا نقول شوربة العدس هي عبارة عن شوية خضرة مع عدس وشوية بهارات وشوية ملح. بس نحنا بس يخطر لنا هون نضيف لنقول نص قالب الزبدة عليها لشوربة العدس. صحيح. أو كمان شوية خبز مقلي على وجه لشوربة العدس. صحيح. طب هون أنا بعدني بالشوربة أنا صرت عم فوت على جسمي 300 و400 وقد بيوصل لل 500 سعرة حرارية، أنا هون بعدني ما بلشت بالطبق الرئيسي. حلو. طيب تاني مثال هو صحن الفتوش اللي كمان هو من الخضرة من الأكثر الأطباق الصحية على السفرة الرمضانية. طب صحن الفتوش كمان هو ما لازم يتعدى 150 ل200 سعرة حرارية، يعني آخر شيء هو خضرة، ملعقة زيت زيتون صغير مفروض وملعقة دبس الرمان وشوية حامض وخل. طيب كمان أنا بس يختلي قبل الخبز الزيت، كمية الزيت اللي نحن منضيفها ونحن ما بنكون منتبهين له. صحيح. يعني أنا يا ما بلاحظ على السفرة الرمضانية بيكون جات الفتوش عم يلمع صراحة مع بعد متر. صحيح. أو مترين من وراء مفروض يعني 5 ملي أو 10 ملي بالكتير. صح. يعني مفروض بصحن يكون ملعقة كبير يعني. ملعقة زيت صغيرة. أوكي. وكمان بعدنا ما حكينا كمان الخبز المقلي اللي كمان منضيفه بطريقة جدا، يعني بتصير صحن الفتوش عبارة عن خبز مقلي وتحته طبقة خضار خفيفة. صحيح. هون صار صحن الفتوش كمان ممكن يتعدى 600 و700 سعرة حرارية. هون بعدنا ما فتنا على الوجبة الرئيسية. اللي هي لازم نحن تكون عم نمرر طبعا بروتينات دجاج لحمة، وهون كمان أهمية البروتين خاصة للأشخاص اللي هن بيعملوا رياضة يكون عم يحصلوا على حصصهم من البروتينات، وأشخاص كتير هاي بتتغافل عنها. الدجاج اللحمة يكون عم ناخد الحصص اللي بدنا إياها. طبعا إن كان النشويات نعتمد النشويات المركبة مثل الخبز الأسمر، الرز كمان بدها تكون كمية جدا مدروسة، إن كانت
الرز أو أي نوع من النشويات التانية مثل المعكرونة أو الخبز، كلها هيدي بدها تكون بطريقة جدا مدروسة. وأكيد لازم نكون عم ناكل الخضرة جدا مهمة تكون على السفرة الرمضانية، بس مثل ما قلنا نتفادى هول الأخطاء اللي نحن بالعادة منوقع فيها، هي بتخلينا يمكن نكتسب وزن وبيروح صيامنا، يعني اللي نحن مفكرين أنه نحن واو صايمين ماشيين كل هالفترة يعني خلص هنضعف، فمنكتشف بعدين أنه لا نحن عم نضصح بشهر رمضان مش عم نضعف. شو كمان عن وجبة السحور؟ كمان هي أساسية يعني تعتبر بدل وجبة الفطور يعني صباحا، كمان كيف بدها تكون، كيف بتكون وجبة صحية؟ صح. هلأ كمان ضمن وجبة السحور لازم نكون عم نحافظ حتى دايما نكون عم نتناول وجبة السحور، وحتى للأشخاص اللي أوقات بيقولوا لنا ما أنا عندي شغل أنا بنام بكير، هلأ صار عم يقدن تقريبا الساعة 6-7، فنحن أكيد ما فينا نكون عم نعتمد على وجبة الفطور خاصة هلأ بالتوقيت الشتوي، فنحن حتى فينا نمرقها ساعة 11-12 حتى قبل ما نفوت ننام، بس ضروري نكون عم نمرق وجبة السحور خاصة هلأ، خاصة بالصيام اللي هلأ بالتوقيت الشتوي. أكيد بده يكون أول شيء كمان فيها مصادر بروتينات، إن كان لبن إن كان، بس نقول مصادر بروتينات يعني ألبان أجبان لحمة دجاج بيض، هيدي لازم دايما تكون بوجبة السحور. وكمان لازم يكون في مصدر للنشويات ومصدر كمان للدهون، كمان لتكون عم تعطي الدهون الصحية. الدهون الصحية ممكن تكون زيت الزيتون، شوية زيت زيتون، مكسرات نية، أفوكا، كل هيدي مصادر دهون صحية بتعطيني طاقة كمان خلال النهار. بس كمان كل شيء عن الزيت نقص، يعني بدها تكون كل شيء كمية إن كان الدهون أو النشويات كمية معتدلة. صحيح طبعا أكيد. طيب كمان أيضا يعني الحلويات لها حصة كبيرة بالشهر رمضان المبارك، يعني هيدي في ناس كل يوم عندها حصة الحلويات، كيف نحن بنقدر نحصل أو ناخد الحلويات من دون ما كمان نسبب بأنه وزننا يثبت أو ما نقدر نقص وزن؟ صح. والجلاب كمان هذا المشروبات الرمضانية، المشروبات الرمضانية صح. بس الجلاب هو اللي هو صح الملك عليهم. صح. المشروبات الرمضانية هي كمان من القصص اللي كتير بتعيق نحن نوصل لهدفنا اللي هو خسارة الوزن، لأنه مليئة السكريات أكيد. حتى الجلاب هو يعني صار متفق عليه، بس في كمان مشروبات رمضانية تانية، حتى عصائر الفواكه اللي نحن بنعملها بالبيت طبيعية. طب كمان ما أنا لأعمل هاي الكباية العصير الليمون، أنا بدي أعصر كحد أدنى ليمون تاني ثلاثة لحق أعمل هيدي الكباية، لازم تعتبرها أن هي خالية من السعرات الحرارية، مع العلم أنه هي كباية عصير الليمون ممكن توصل لل 150-200 سعرة حرارية، فيها ثلاث حصص فاكهة. صح يعني. بالضبط. وكمان بتأدي لتعلية الأنسولين بشكل جدا عالي، وما بتشتغل على عامل الشبع عندي، فأنا إذا هلأ بس بالإفطار شربت كبيتين ثلاثة عصير، أنا هولي 500-600 سعرة حرارية، يعني قد نص حاجتي لبعض الأشخاص، قد نص حاجتهم للسعرات الحرارية يعني بكل النهار يعني. صح بالضبط. فهون بدنا نكون عم نستبدلها دائما بالماء، ما عم قول ما لازم بالمرة نكون عم نمرق مرة مرتين ثلاثة، فينا ناخد بعض العصائر اللي هي مخصصة للدايت يعني. صح. في بعض الأوقات فينا مثلاً. صح كمان فينا نمرقها، نستبدل قد ما فينا بالماء، إذا الأشخاص اللي ما بحبوا الماء يستبدلوها بالأوقات بالمياه الغازية سباركلينج ووتر، أو حتى يطعموا الماء ببعض الفواكه والخضرة ويشرب، يعني يعتمد كمان على الماء كمصدر للارتواء ولترطيب الجسم. وكمان بشكل أساسي نكون عم نشتغل إنه إذا بدنا نمرقهم كمان بكمية معتدلة، يعني مش أكتر من كباية على وجبة الأفطار. هلأ كرمال الحلو أكيد كمان فينا نمرق بشهر رمضان، وأكيد يعني نكون جدا قاسين إذا فينا نقله للشخص لا أنت طول شهر رمضان ما لازم نمرق حلو، خاصة هون في عادات اجتماعية وضغوطات. صح. يعني بتصير بيضعف الواحد قدامه عزيمة على الإفطار. ما فيك يعني صح، بس لازم نكون عم نختار بذكاء. كيف يعني؟ يعني في أنواع يعني حلو نحن غير مقلية مثلا، صح بدها تكون مشوية مش مقلية، يعني تقريبا لنقول القطايف، القطايف بجوز الحبة تقريبا 300-350 هاي المقلية، طب اللي تكون مشوية تقريبا من 200-250 سعرة حرارية، فهون منروح على الخيارات تكون مشوية. في بعض الحلويات حتى هي ما بتكون مثلا مثل اللي نقول حلوة بجبن مثلا ما منحط لها قطر، الحبة الوحدة تقريبا ما بتتجاوز 80 سعرة حرارية، يعني ما منزيد نحن كالوري يعني. صح. كمان مثلا ما منزيد القطر على بعض الحلويات، فينا نكون عم ناخد كمية نحس هيك بالسعادة نحن عم
نتناول الحلو بنفس الوقت ما نحس بالحرمان خلال شهر رمضان. نور، يعني نحن كتير اليوم استفدنا من هذه المعلومات القيمة حول خاصة حول تقسيم الوجبة وكيف منقدر نحن نتفادى بعض العادات اللي ممكن تزيد من وزننا بدل ما تنقص الوزننا. في الختام مستمعينا ومشاهدينا، حتى نتمكن من الوصول إلى الوزن الصحي يجب علينا القيام ببعض المجهود، أولا في اتباع نظام غذائي مناسب، وإذا لم يفلح الأمر عليك استشارة طبيب متخصص ثم التفكير في الإجراءات الطبية الأخرى. لكن من الضروري جدا الشعور بالرضا أيا كان شكل الجسم أو طبيعته طالما كان صحيا وغير عرضة للأمراض المتعلقة بالوزن. وصلنا مشاهدينا ومستمعينا إلى ختام هذا اللقاء الأسبوعي والرمضاني من برنامج صحة وصوم. هذه تحيات زميلي في التنفيذ الإذاعي أحمد الشيخ وزميلي في التنفيذ التلفزيوني وائل بشير، وهذه تحياتي أنا، كنت معكم سمية فحص، إلى اللقاء.